اهلا لكم شباب. فقره ميكس، الفقره هذه اليوم حنتكلم عن الهدايا البسيطه رخيصه التكلفه لكنها غاليه على القلب وغاليه على الناس. اليوم احنا بنركز يعني مفهوم انه كيف انه احنا دائما نهدي الناس ودائما نهدي اصدقائنا وقربائنا هدايا رخيصه وما تكلفنا، بدون مناسبات، بدون اي شيء. يعني صهيب مثلا، متى اخر هديه تلقيتها؟ والله اخر هديه تلقيتها من الوالده، من فتره قريبه ولا لا؟ قريبه، الوالده الله قريبه. طيب هذا شيء حلو، هل كانت مناسبه ولا بدون مناسبه؟ والله شوف، تخيل الوالده جابت لي هديه في يوم الام، في يوم الام هي اللي جابت لي. هو الموضوع هنا انه في مناسبه على الاقل، لكن احنا نبغى نهدي يعني الناس واصدقائنا بدون مناسبات. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال تهادوا تحابوا، فاحنا اليوم مثلا جايبين مجموعه هدايا، بس ان هدايا رخيصه التكلفه، ولكن ما يعني يبان عليها انها هدايا يعني عاديه، ما هي انه والله فيها والله رخيصه جدا يعني. واحلى شيء فهد طبعا في الهدايا، يعني يمكن التكلف مش دائما محبب، يعني صحيح. انك تجيب هديه غاليه وما زي كذا، الهديه في قيمتها المعنويه اكثر، انك انت اتذكرت الشخص في هذه المناسبه، او حتى من غير مناسبه انه شخص صار لك يعني زمان ما شفته او لاي مناسبه، هي لتجديد الود والمحبه بين الاصدقاء. بين صحيح، ممكن تكون يعني هدايا ممكن اسباب تكون اما مناسبه بدون مناسبه، يمكن تكون تجديد علاقه، مشكله حصلت بين شخصين يبغى يصفوا العلاقه ثاني مره، يعني في اسباب كثيره. طبعا اختيار الهديه كمان يعتمد برضو على اهتمامات الشخص. بعض الناس يشتروا هدايا بدون ما يعرف يدرس اهتمامات او ما يعرف عنه اي حاجه، مثلا انا بجيب هديه او انت تجيب هديه بدون ما تعرف انا ايش اهتم، فانت حتجيني الهديه، حتجيني هديه بالنسبه لي عاديه، لكن لو جات هديه تناسب اهتماماتي حتكون يعني بالعكس مؤثره اكثر. يعني مثلا شاب مثلا يهتم بالسيارات في نفس الوقت يهتم بالتقنيه، انا حاولت اشوف مثلا هديه ايش ممكن اجيب له هديه. في هديه هنا برضه جبنا مثلا شاب يهتم بالتقنيه او يهتم بالحاجات اللي متعلقه بالسيارات، مثلا شوف هذه هديه جدا رخيصه، هذه عباره عن تعرف ان الشغله هذه ايوه اللي هي حقه اللي تشغل الميوزك في ايوه تشغلها في السياره وتحطها في السياره، يعني هذه هديه مره رخيصه، مره رخيصه، يعني ما ادري كم تتوقع سعرها، لكن سعرها ما كلف يعني ولا 25 ريال. هذه أيوة. مثلا هذا نموذج يعني من هدايا. ايش ممكن عندنا كمان هدايا يعني رخيصه؟ USB هذه يعني بدات تصير سعرها 30 ريال 35 ريال، يعني اسعار رخيصه وحجامة عالية، فاليو اس بي برضه انها تفيد الشخص انه كان حاجة يعني الكل بيحتاجها، الكل بيستخدمها. اذا كان شخص شايف انه والله ما عنده يو اس بي، ما هو شايل يو اس بي، يشتري الهدية لصاحبه يو اس بي. لازم انت تقعد تدور كذا في تشوف يعني اذا والله الادمي هذا ناقصه شيء يو اس بي، ناقصه هذا يجيب له هو هدية. بعض الاحيان فؤاد يحصل من بعض الاصحاب انه يعني يوصل مقدار يعني الصداقة اللي بيني اسالك فؤاد انا جايب لك هدية، جايب لك هدية، اتخذت قرار ايش تبغى هديتك؟ يعني لازم تسال مثلا. طيب ما يجاوب عليك ايش حتسوي؟ في ناس تستخدم الاسلوب ده، ايش رايك؟ هتجيب الاسلوب. والله هو شوف يعني هو كل واحد له اسلوبه في طريقه اهداء الهديه، وتختلف برضه عن علاقات الشخص الاشخاص بينهم. مثلا فهد لو بجيب لك هديه، بجيب لك هديه مثلا، لا سمح الله لا سمح الله يعني هذا لو جبت هديه خليها بعدين يعني. قل لي خلينا طب نفكك الهدايا بعد نشوف الحلقه. طيب ايش عندنا كمان مثلا؟ برضه في اشياء برضه مثلا هذه فيها عوده، طيب علبة عودة بسيطة كذا ما كلها العطر، فكل ما حطه كذا حيفتكرك، يعني هذه أشياء برضو من مزايا الهدايا إنه حيفتكرك الشخص مع الدوام، غير إنه طبعا بيجدد العلاقة والوصال فيما بينكم. إيش عندنا هنا مثلا؟ عندنا هنا هدية بسيطة، هذه هدية ما يمكن، إيش رأيك تفكها يا صيب؟ فكها بسرعة كذا بعفاشة بالله، يعني بدون أي أتيكيت. أيه. بدون طيب في بعض الهدايا يعني تكون حتى تكسب منها أجر، إنه إنسان لو إنه والله يعني مثلاً إذا هذا طبعاً كتيب بسيط، إذا عن إيه فؤاد هذا أنت اللي مغلفه؟ إيش اللي حاصل؟ خلاص كده فكها، يلا نفتحها. إيه يلا يا شيخ، أصبر فؤاد أصبر. هذا إيش بس؟ أيوه. أول شيء برضه كمان مدد الحلقة يا جماعة. خلاص حقطع كتيبين بسيطة. واحد أكثر ألف سنة، أكثر ألف دعوة سنة. يعني هذا تخيل لو أنك أهديتها شخص ويعني هو قرأها وفي بيته قرأوها وأعطاها شخص آخر، كم من الحسنات بتكسب؟ يعني برضو في الموضوع في له أجر، يعني مو بس اللهم يعني أنه يكون هدايا. طيب مثلا واحد ما يبغى يهدي، مثلا ما عنده القدرة أنه يهدي، في حاجات بسيطة ممكن تكون رسالة، ممكن تكون كلماتها مؤثرة أكثر من مليون هدية، من رسالة مكتوبة، رسالة بدون رسالة، ابتسامة، كلمة حلوة، يعني أي حاجة تعتبر هذا. في ناس للأسف مرة يعني جافين لا هدية، لا هدية ولا ابتسام ولا أي حاجة. طيب إيش الهدية هذه مثلا؟ خلينا برضو نفس الفكرة، نفتح الهدايا كلها، نفتحها ليش لا يعني، خلينا نفتح بدل ما احنا حطينا زينة، هي مفتوحة كده اوريدي خلاص.
مثلا هذه نفس الفكره. هذه انه والله مصحف بس بشكل يعني جميل فخم جدا كده. ايوه بشكل فخم هذا يتحط يعني لو قرأوا لو حطوا حتى في البيت وكل مره حيفتكروا على طول بيه وحيقعد يقرا ويكسب حسناته وكل يعني الحسنات اللي بنقراها من بعد فقران. فهذه اشياء برضو تهديه اشياء يسمعها في السياره مثلا هذه حقه الفور شباب اغاني فور شباب يعني اشياء كثير ممكن انت تهدي بها برضو حاجه ما هي مكلفه صح. وبتكون موجوده والأحلى الاطفال يا صح. فؤاد أيه. من الاشياء طبعا اكثر ممكن حتى اكثر من الكبار الاطفال يفرح جدا بالهديه رغم انها يعني أيه. تكون بسيطه زي كده بس انك صح. انت ذكرته مناسبه نجاح ومناسبه هو احلى حاجه بدون مناسبه انا اشوف انه افضل وقت المناسبه لان هي فعلا متفاجئ صح احنا فكرتنا متفاجئ. اليوم انه بدون مناسبه نهدي الاصدقاء نهدي الاهل نهدي الاقارب نهدي الناس الاعزاء نهدي الناس حتى اللي بعيدين عننا. هذه هو الفكره اللي احنا طبعا انتم كلكم عارفين انه في شيء اسمه هدايا وكل عارفين هذه على ضمها كل عارفين لكن احنا فكرتنا انه اي وقت تهدي صديقك تهديه بشكل مفاجئ تفاجئ فيها عشان تجدد بينكم العلاقه. طبعا مشاهدينا الكرام قبل سنتين كان في الكليه عندنا مسابقه اسمها نجم الكليه اللي يفوز عليها ياخذ لقب نجم الكليه. فانا وقتها قبل سنتين اخذت اللقب وفزت فيها. صهيب ما جاب لي ولا حاجه وقتها ما كنت اعرف لا تقدر اجيبه. الحين الايام هذه برضو تكررت هذه المسابقه وسبحان الله الايام هذه واليوم يوم الاثنين اليوم عرفنا يوم الاثنين صدر قرار الكليه انه صهيب يكون نجم الكليه هذه السنه فهذه يعني مفاجاه حلوه يعني احنا نبارك له فيها في هذه الحلقه. فايش ايش شعورك قول لنا شعورك ايش شعور زي اي مواطن يعني حصل على حاجه قيمه ولا ايش فوجئت دائما في فقره ميكس تطلع لي بشيء يعني كذا غير متوقع ايش قول لنا كلمني عن شعورك بس بسرعه كذا والله يعني ايش اسمه طب احد اعطاك هديه احد اعطاك شيء لسه اليوم الخبر يعني لسه اليوم ما حد يعرف اصلا الخبر ما حد يعرف حاجه يعني يا دوب كذا لسه بدري طب في حاجه بس ابغى اسويها كذا يعني انه والله احتفالا بك ما ادري هذه اول مره اجربها استنى استاذ ياسر هذه بمناسبه انه صهيب اخذ جائزه نجم الكليه وطبعا مجهزين له برضه كيكه برا عليها صورته عليها كل حاجه مفاجاه لك يا صهيب هذه مفاجاه بمناسبه على فكره مناسبه طيب الله يعطيك العافيه فؤاد يعني يعني هذه صح احنا كنا مجهزين انه الحلقه حتكون على هدايا وتفاجئنا اليوم انه هو اخذ اللقب لقب نجم الكليه فهذه كانت مناسبه بالنسبه لنا احنا فرحانين فيك بصراحه وسخنا الاستديو بسببك وما انك انت يعني ما شاء الله عليك بسببي. يعني ايش نسوي انت ما قد لهديت احد ولا هو راجل كويس يا جماعه الله يكرمك ايش رايكم نروح لفقره بصمه شاب احسن وخلي الاحتفال بعدين نكمله بعد الحلقه نروح لفقره بصمه شاب لكن بعد هذا التقرير الفاصل خلوكم معنا. من منا لا يعرف كذبه ابريل او كما يقال لها عند البعض كذبه نيسان. إنها الكذبة الأكثر شهرة وانتشارا حول العالم لكن هذه الفكرة لم يكن ضيفنا ليسمح بها بالاستقرار في ذهنه وجعلها مناسبة مقبولة. صبري باجسير كانت له بصمته الخاصة والتي تجلت بكل روعة في مناداته أن يكون الأول من مايو هو يوم الصدق العالمي لكون الكذب مبدأ غير أخلاقي ومرفوض عند جميع الأديان. حملته المبتكرة لاقت رواجاً عند كثير من الشباب المتحمس لنشر هذه الفضيلة الاجتماعية بين مختلف الثقافات والشعوب. صبري باجسير يعتبر بحق شاب صاحب هم أبى إلا أن يترك أثراً له يعلو به في دينه ودنياه. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وخلينا نبدا مع بعض فقره بصمه شاب. قبل ما نبدا احب اشكرك يا فؤاد على المفاجاه الحلوه يعني الى الان يعني متفاجئ من هذا اقل شيء يا صهيب ما تستاهل الله يعطيك العافيه الاستوديو حتى الاستوديو لكن صراحه يعني الله يعطيك العافيه فرحتني الله يخليك وان شاء الله الكل يعني انت اللي حتنظف الاستوديو والمخرج يعني كويس اصلا انه تقدم لك حاجه صعيب بس خلينا نكمل بصمة الله يعطيك العافيه ويكرمك يا فؤاد الله يخليك بصمه شاب طبعا خلينا نتكلم عن كذبه ابريل ظاهره موجوده يعني اتوقع من فتره طويله يعني ممكن كان بدات في المجتمع الغربي شيء مرتبط بشهر ابريل في كل كذبه تطلع اشاعه يطلع خبر غريب يغير مزاج الناس ناس معقول صار زي كذا ايش اللي صار بعدين يقول لك في الأخير كذبة إبريل لدرجة إنه آخر في شهر إبريل الأخير وجدتها في بعض مواقع الإنترنت ومواقع الأخبار دخلوا في هذا الموضوع يعني المسألة انتشرت لدرجة يعني سيطرت كظاهرة بشكل يعني غريب هي نوع من المتعة
من الضحك لكنها في الأخير تبقى كذبة. صبري بايسير ضيفنا اليوم ابتكر فكرة جديدة بنفس الطريقة، وضع يوم الصدق العالمي. أهلا بك يا صبري. أهلا وسهلا، حياكم الله. ممكن تكلمنا في البداية بس قبل ما يكلمنا أنا بقول لك شيء، هو فرحك بس عدمنا بالهذا كل لا 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 حتى المخرجين المصورين عدم يعني. ممكن بس تقول لنا كيف إيش الفكرة، إيش فكرة يوم الصدق هذا؟ هو يوم الصدق العالمي نحن افتراضا حطنا أنه يوم الصدق العالمي، حطنا على أساس أنه 1 مايو. 1 مايو أنه بعد 30 يوم من شهر أبريل، من بداية شهر أبريل انتهت يعني تقولوا موسم الكذب، كلمة أبريل يعني من الموضوع. الفكرة أبدا هي بدأت بموقف صراحة، وكل سنة نحن بنشوف شباب بيكذبوا، مواقع زي ما ذكرت مواقع إخبارية، أحيانا صحف بتطبع مطبوعات على خبر كله فبركة بيطلع في النهاية. لهذه الدرجة وصل الانتشار بالضبط. أنا جاتني مسج من صديق مقرب جدا يعني، فكان بيقول لي راسل رسالة، ترى صبري الحمد لله على كل حال أنا طلقت زوجتي. فهو صديق عزيز ومقرب ومشاهد.